بقول لك ماشي بالعربيه بين الجامع السلطان ابو العلا وبين الخارجيه، يا دوبك بارك العربيه قدام عند سيما علي بابا كده، وسمعت الانفجار، جرينا لقينا دخان طالع وناس مرميه في الارض. اسعاف يا جدعان اسعاف، ثلاثه ظباط، اربعه ظباط، واخد بالك، واحد رجليه مقطوعه واقف على الجلد بس، واحد واخد في بطنه هنا، واحد في وش عينيه طالعه وبتاعه مرمي في الارض، ده مات. نوقف نقول اسعاف، ايه اللي حصل بقى من المصريين اللي كانوا واقفين بقى شافوا المشهد ده؟ اسعاف وبقوا يلموهم، وزاره الخارجيه كلهم خرجوا على السوق. الاسعاف جت بقى قد ايه؟ ساعه المطاف اللي جت قبل الاسعاف، في مطاف تيجي قبل الاسعاف. الخارجيه خرجت شافت، المفروض يتصلوا بالاسعاف، اتصلوا بالمطاف الاول. طب بتصلوا المطاف ليه؟ خايفين على الوزاره ومش خايفين على الناس اللي تحت. والمفروض يبقى الظباط دي اللي انت بتقعدها في الشارع عشان تحمي المواطنين، تحميهم كمان، تجيب الكلاب دي على العربيات دي، كل العربيات دي تشمشي، لان ممكن اي واحد يجي يركن فيها مده زمنيه وتضرب في اي حد ماشي. وجنب منها مدرسه اطفال، مدرسه اطفال العيال برضه اتسرقت من الكمبيوتر. انت شايف ان اللي كان مستهدفين الاطفال ولا رجال الشرطه ولا الخارجيه؟ مستهدفه الشرطه، لان هي مضروبه محطوطه في الارض جنب في الشجره من تحت، جنب المكان اللي بيقف فيه الظابط. اللي بيقعوا هم عارفينهم بيقعدوا فين، فحطوها لهم بالليل بدون ما حد يدري، ان ما كانش في حد الساعه 2 مثلا ولا 3 كان ماشي، لان لو كان في مباحث كانوا شافوهم مسكون بالليل، لان بيبقى في ورديات بالليل. فين الورديات بتاعه بالليل؟ مع ان الشارع ده حيوي يعني ما بيقفلش. ما حيوي وما بيقفلش من ساعه ما الناس دي ما اتشالت، بقى الكحل بالليل. اه فاهم ازاي؟ تيجي لك الساعه بالظبط كده، الساعه دوق 12 تبقى هنا عامله زي الطرف. وبعدين ساعه ما البعين اتشالت، وبعدين كمان انت بتقعدهم تامنهم، جنب منه اسعاف، مطافي، مباحث، بتاع ده امن مركزي، عشان لو حصل حاجه ينقذوا الناس اللي انت بتقعدها تحفظ الشعب ده، مش مقعدهم لي في الشارع، ما فيش جنب منه اسعاف ولا مطافي ولا مباحث ولا حاجه، عمالين نقول يا جدعان اسعاف، ما جاتش بين نحط الناس المتعوره في قلب التكوسه، وغصب عنه التكساجي برضه خايف ياخده، فممكن يتسائل انت جايبه منين وعامله منين، بقى خايف ان نركبه بالعافيه ونركب مواطن معاه عشان يقول ده في قنبله حصلت كذا 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 كذا. كلمه اخيره بقى للاعمال الارهابيه اللي بقت موجوده في الشارع المصري. والله المفروض اللي يتمسك في ميدان عام يتشنق في ميدان، مفيش رحمه، لان هم عندهمش دول مش مسلمين ابدا. ده لو مسلم ما يعملش في مسلم. يهود ابدا. ان انا جنب اقدر كانت ضربت في المدرسه في الاطفال، الاهالي كان هيبقى ممكن يكون والأهل. ده الهدف بتاعهم. ما هو ممكن يكون الهدف، بس جت في الناس اللي قاعده دي اللي هي حميانه وعامله ده كله. يعني المفروض سياده الرئيس يوضع حل للناس ديت في ميدان عام، ما فيش تهاون. اللي عمل كده وتقول عليه ما تقولش ياخد 15 20 25 في ميدان عام، عشان الكل يبقى عبره للكل. اللي يعمل كده هو يخاف، يبقى هيتشن في ميدان عام يبقى ما يعملش.